بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نرحب بالجميع في محاضرة اليوم، وإن شاء الله اليوم نركز على المعايير القياسية للمستشفيات الصادرة من وزارة الصحة الاتحادية السودانية وإدارة الجودة أو قسم إدارة الجودة. نشوف ما هي هذه المعايير و متطلبات هذه المعايير وكيف تم وضع هذه المعايير. طيب، المعايير اللي وضعت وفق السياسات الخاصة بالجودة والمعايير القياسية العالمية تحتوي على عدد من المعايير، من ضمنها معايير قياسية خاصة بالممارسات السريرية والتعليم الطبي، كذلك معايير الرعاية التغذوية وحقوق المريض وقسم التمريض والمعمل وبنك الدم والصيدلة والأشعة والعملية ومكافحة العدوى، وكذلك قسم الجودة وقسم الموارد البشرية والنظم الإدارية والشؤون المالية والمحاسبية والبنية التحتية، وكذلك الاستقبال والدعم الاجتماعي والمخادم والمهمات والترحيلات والإشراف والمتابعة. طيب، نعرف أهمية هذه المعايير وتفاصيلها ومتطلباتها. في مقدمة قصيرة أن هذه المعايير وفق جهد مقدر متمثل في كتابة معايير قياسية عالمية للمستشفيات في إطار السعي الدؤوب لوزارة الصحة الاتحادية، والهدف منه كان الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة بالبلاد كما وكيفا. واعتبر هذا العمل هو الأول من نوعه بالسودان، واللي بيهدف لوضع أسس سليمة تعتمد عليها مختلف المستشفيات لتقدم أقصى رعاية صحية ممكنة، وعشان نقدر نحقق أكبر قدر من الرضا لدى مقدمي الخدمات الصحية وبالتالي متلقي الخدمة بهذه المؤسسات. وتعتبر كتابة هذه المعايير القياسية تكملة للجهد اللي بدأ بكتابة الإجراءات القياسية لكي تظهر الصورة بشكلها المتكامل وبتوثيق كافة ما تحتويه المؤسسات الصحية من معايير وإجراءات قياسية، وبالتالي توفير كافة النظم اللازمة عشان نقدر نطبق الجودة وهذه المعايير بشكل فعال بمختلف المستشفيات بصورة مكتوبة وموثقة. ويعتبر المعيار القياسي بأنه هو وثيقة مكتوبة بتوضح المتطلبات من ناحية البنية التحتية والعمليات والارتقاء بنوعية الخدمات والتفاصيل الأخرى. إذن هي تعتبر هذه المعايير مجموعة من القواعد والمتطلبات اللازمة التي بدونها لا يمكن للمؤسسة الصحية أن تقوم بمهمتها على الوجه الأكمل. إذن بتساعدنا هذه المعايير في تحقيق الأهداف وفي التحسين وفي التطوير وأهداف أخرى. طيب، شنو هي أهداف هذه المعايير؟ نحن طبعا هنقف على هذه المعايير عشان نعرف صياغتها وعشان نعرف تكوينها وتركيبها وعشان نعرف متطلباتها ومضمونها وشكلها، لأنه البعض منا طبعا وفق خبرته وفق دراسته حيكون عاوز يكون إنه بوليسي ميكر أو عايز يساهم كبوليسي ميكر في مجاله. طبعا معايير في كل قسم، زي ما شفنا قبل شوية في المتطلبات البداية إنه في معايير للأشعة، معايير مثلا المعمل وقسم التغذية والتمريض وهكذا. وهذه المعايير ما ننسى إنها تحدث في كل فترة عشان تواكب المتغيرات تواكب المستجدات في الممارسات الطبية وفي السياسات العلاجية وفي الخطط والمعايير الطبية والعلاجية. طيب، نعرف أهداف معاييرنا هي شنو. المعايير القياسية اللي بنتكلم عنها من الأهداف إنها توضح المتطلبات اللازمة لعمل المؤسسة الصحية، والكلام ده من ناحية البنية التحتية والعمليات المختلفة، كل البروسيسيز، كل العمليات، الأنشطة المختلفة. أيضا نوضح مدى كفاءة عمل المؤسسة الصحية، ودي نقطة مهمة جدا، effectiveness and efficiency، الكفاءة والفعالية تحت المؤسسة الصحية من ناحية استخدام الموارد، من ناحية الأداء، من ناحية التحسين والتطوير، من ناحية تحقيق أهدافها ومن ناحية النتائج. أيضا أهداف هذه المعايير أنه يوفر آلية لمراجعة عمل المؤسسة عشان يشوفوا المؤسسة دي هل هي مطبقة للمعايير، هل هي
ماشية وفق ما هو مطلوب، هل هي تعالج وفق ممارسات طبية وسليمة وآمنة، هل هي تقدم خدمة طبية مرضية للعميل البيشن ترايت والبيشن ساتسفاكشن، هل هي تقدم معايير طبية وفق أسس علمية صحيحة تراعي المعايير القياسية وتراعي الجودة. أيضا من أهداف هذه المعايير أنها بتمثل وسيلة فعالة عشان تضبط لنا الأداء بالمؤسسة الصحية. طيب الجهد إذا قالوا أتى من أجل طبعا الوضع السياسات، هذه السياسات والمعايير ركزوا على أنها تكون مغطية على تفاصيل كل التفاصيل في المؤسسات العلاجية. طيب إنه الجهد أتى من أجل رعاية صحية متميزة، ودي نقطة مهمة جدا إنه أنا أركز على الرعاية في المقام الأول، وعمل نماذج للمؤسسات الصحية إن تكون في معايير واضحة للمؤسسات الصحية بحيث تعمل بنظام الجودة الشاملة. هنا معناها نأكد أهمية العمل بنظام الجودة الشاملة، بنظام الجودة بشكل عام للمؤسسات العلاجية. وأيضا الجهد ده أتى من أجل تحقيق أكبر قدر من الرضا لدى مقدمي ومتلقي الخدمة الصحية، الانترنال والاكسترنال كاستمر، العميل الداخلي والخارجي. وأيضا أتى من أجل زيادة كفاءة وفاعلية إدارة المؤسسات الصحية. طيب هناخد مقتطفات سريعة كده من كل قسم. نبدأ بالمعايير القياسية للممارسات السريرية والتعليم الطبي. هنا جو وضعوا أولا يعني حاجة بسيطة كده كنبذة بالمستشفى، هنا تكون في سياسات ومعايير وكذا، وبالتالي وضعوا في شكل نقاط ما هي المعايير القياسية اللي هتخلينا يكون عندنا ممارسات سريرية وتعليم طبي مستمر، ممارسات آمنة. إنه يكون بالمستشفى في ممارسة سريرية للأطباء العاملين وبهدف الارتقاء بمستوى الأداء، وإنه بالمستشفى يكون في مرور مع المعاهدة الدولية البوست ديوتي راوندز، ونظام الكلاركين يكون جيد، ونظام الفولو أب الديلي فولو أب بالنسبة للنظم المكتوبة والمعروفة للمتابعة اليومية، وكذلك نظام الديسشارج سيستم والديسشارج كلينكس بالنسبة للخروج، حالات الخروج وكيف يتم الخروج والريفيرال سيستم، وكذلك الاوت بيشن كلينيك والانكول الاستدعاء بالنسبه للاخصائيين وكذا. طيب كل هذه التفاصيل يعني انه لازم يكون في المستشفى في نظم مكتوبه معروفه لكل هذه التفاصيل اللي امامنا، من مناقشه حاله الخروج والعيادات المحوله، حلقات النقاش والمناوبات والاستدعاء، وكذلك تحضير قائمه العمليات و الاستشارات الطبية، وكذلك أن تكون هنالك مناقشات للحالات السريرية، كلها نظم مكتوب، كذلك مناقشة حالة الوفيات ومسائل المتعلقة بالتدريب والمسائل المتعلقة بالأخطاء الطبية وكل هذا، وبالتالي هذا يساعدنا في التحسين وفي التطوير. نجي بعد ذلك للمعايير القياسية للرعاية التغذوية ضمن المتطلبات الخاصة، إنه لازم يقالوا في المستشفى يكون في برامج محددة واضحة بتختص بالرعاية التغذوية لكل فئات المرضى، وده هنا بأكد على أهمية قسم التغذية العلاجية. طيب جو وضعوا إنه بالمستشفى قالوا لازم يكون في مكتب مسؤول للدايتيشن ناس التغذية والكوادر الآخرين الاختصاصيين الآخرين، وتكون هنالك في قسم التغذية وبحتة التغذية تكون هنالك مطابخ رئيسية، وكذلك مطابخ للوجبات الخاصة للمرضى ومختبر لضبط جودة الأغذية أساس إنه الغذاء يكون مقنن، ومخازن للمواد الغذائية تكون وفق ما هو مطلوب. بعد ذلك حددوا معايير محددة بالمستشفى إنها تكون في قائمة لاحتياجات اليومية حسب النيتس تغذية، وبعد ذلك يكون في بالمستشفى في الوحدة المتكاملة للتغذية يكون في ناس شغالين ذو كفاءة وفعالية وتدريب، من المستشفى يكون تحديد من الأطر العامة في برنامج الرعاية التغذوية وغيرها من المتطلبات. إن شاء الله نخلي هذا الدليل معاكم، هذه السياسات معاكم تطلعوا عليها إن شاء الله. نحن بناخذ مقتطفات سريعة بس عشان نحدد تركيبة هذه وشكل هذه المعايير. في معايير قياسية برضو لحقوق المرضى ركزت على أهم نقاط، إنه بالمستشفى يكون في ضمان لحقوق المرضى، ودي نقطة مهمة جدا بالمستشفى، إنه يكون في نظام أقصى رعاية ممكنة لكل المرضى دون تمييز بسبب السن والجنس أو الدين أو العرق أو
الجنسية أو الأصل أو الرأي أو المكانة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة من أي نوع. ودي نقاط مهمة جدا بالمستشفى، أن يكون في ضمان احترام المرضى ونظم لتوفير العناية الصحية للمرضى وفق حالتهم، وكذلك تكون في مرفق صحي، مرافق صحية، وبالمستشفى تكون في نظم لتوفير الرعاية الصحية مجانا للمرضى أو بتكاليف ميسرة وأسعار معقولة. بالمستشفى يكون في توفير للرعاية الصحية من قبل أطر صحية مدربة ومؤهلة، هنا بيأكدوا على أهمية التدريب، ويكون في وسيلة لنقل مأمول للمرضى، ويكون في المستشفى نظم تضمن لكل مريض حقه في توفير أو في الحصول على معلومات عن حالته الصحية ومعلومات عن التشخيص، المخاطر الصحية المحتملة والبدائل العلاجية المقترحة وأماكن توفرها والأشخاص القائمين على أمر رعايته، وكذلك معلومات عن التكلفة المتوقعة لعملية تقديم الرعاية الصحية وهكذا، وأقول بقية المعايير المذكورة. طيب برضو في معايير خاصة بقسم التمريض، أهمها أنه بالمستشفى يكون في نظم خاصة بعمل التمريض بهدف الارتقاء بخدمات التمريضية، وبالمستشفى يكون في برنامج تدريبي لمختلف الأطر التمريضية، يكون في نظم للتأكد من تطبيق الإجراءات القياسية الخاصة بعمل التمريض مع وجود تحديد للمعوقات اللي ممكن تحول دون تطبيق هذه المعايير. بالمستشفى يكون في قياس مستمر لمستوى رضا الأطر التمريضية، وكذلك تعمل المستشفى على توفير كافة مستلزمات العمل التمريضي. بنلاحظ أن هنالك إجراءات فنية وإدارية، بعد ذلك أنه تلتزم المستشفى بتوفير احتياجات العمل التمريضي، وجود قوائم تحدد الاحتياجات اللازمة لعمل التمريض، ووجود هيكل تنظيمي وصفي وظيفي لكل شخص، وجود قياس مستمر لمستوى رضا الأطر التمريضية وكفاءة وخبرة وكفاءة المشرفين على الأقصى وهكذا. طيب كذلك المعايير القياسية لقسم المعمل، إنه بالمستشفى لازم يكون في معمل بيقدم مختلف الفحوصات الانفستيجيشن والخدمات المعمليه بصوره تلبي لنا احتياجات المرضى، ويكون في معمل مبني وفق اسس صحيحه وفق اسس هندسيه قياسيه للمعامل وبنقدم، يكون في تحديد للخدمات والفحوصات، يكون في تحديد للحاجه من الكوادر المختلفه للعمل، يكون في كذلك توفر المستشفى الكوادر العامله الواجب توفرها، والمستشفى اجراءات قياسيه، والمستشفى كذلك نظم للتأكد من تطبيق الإجراءات هذه بالمستشفى، هيكل تنظيمي ووصف وظيفي واضح لكل شخص، وبتعمل المستشفى على توفير كافة المستلزمات والمعينات الضرورية، أيضا تتوفر جميع خدمات المعمل بصورة كافية ومنتظمة عشان تلبي احتياجاتنا، وكذلك بالمستشفى أن المستشفى توفر خدمات المعمل للحالات الطارئة طوال ساعات العمل، وهيكل وأن يكون في هيكل بالمستشفى، كذلك وجود نظم خاصة بسلامة ووقاية العاملين بالمعمل وغيرها من هذه التفاصيل. وكذلك ضمن هذه المعايير ركزوا أنه تكون في عناصر للقياس، تكون عندنا measurement tools أدوات للقياس، مثلا عناصر القياس وجود قائمة توضح مختلف وسائل السلامة، وجود إجراءات مكتوبة، وجود توفير وسائل الوقاية للسلامة، إلمام العاملين بالقسم الإجراءات، إلمام العاملين بالإجراءات الحديثة المتعلقة بالخدمات المعملية وغيرها من هذه العناصر. إذن توفر هذه المعايير وتكون هنالك أدوات للقياس لقياس الكفاءة والفعالية، وقياس إنه هذه الإجراءات مطبقة وفق ما هو مطلوب، أدت ما عليها، مطبقة وفق المعايير ولا لا. في معايير خاصة بالسيطرة أيضا، أنه في المستشفى تكون في نظم خاصة بالسيطرة لضمان سلامة وحفظ الأدوية مع ضمان استمرار الإمداد الدوائي عشان تلبي احتياجات المرضى وتوفر مختلف سبل العناية الطبية، وأنه تكون في تحديد للأدوية والمواد الكيميائية اللي بتقدمها الصيدلية، وكذلك المستشفى نظم لتوفير الدواء عبر القنوات المختلفة، وفي صيدلية تتوفر فيها كل المواصفات الصادرة من إدارة الصيدلة. أيضا بالمستشفى في نظم لتخزين الدواء، بالمستشفى في نظم لاستلام وتسلم الدواء، أيضا بالمستشفى إنها تكون في نظم لصرف كافة الأدوية خصوصا أدوية الحالات الطارئة والمخدرة والسموم وغيرها من المعايير اللي بتخص الجرد للأدوية والإبادة والإجراءات الصيدلية وغيرها من التفاصيل. نطلع على بقية هذه التفاصيل في كل قسم. أنا بأخذ زي ما قلت في البداية نقاط سريعة. معايير قياسية لقسم الأشعة، قسم حيوي ومهم
في المستشفى هنا تكون في قسم أشعة يقدم مختلف خدمات الأشعة العلاجية والتشخيصية لأنها تلبي احتياجات المرضى، وقسم مبني بمواصفات هندسية قياسية خاصة بأقسام الأشعة. أيضا تكون هنالك تحديد للخدمات اللي بيتم عملها قسم الأشعة وبالمستشفى، تحديد للحوجة من الكوادر. زي بقية هذه المعايير لازم تتوفر في قسم الأشعة، يعني تكون هنالك معايير خاصة ومعايير عامة لقسم الأشعة، وفي كفاءة وفي كفاءة المشرفين وفي نتائج ضمن الزمن المحدد وغيرها من سلامة العاملين في قسم الأشعة، وفي صيانة دورية للأجهزة وغيرها من توفير لكل المعدات والمحاليل والمعينات الضرورية اللي نحن عايزينها في قسم الأشعة. وتكون هنالك في معايرة كالبريشن وصيانة دورية للأجهزة بتاعته. في معايير قياسية كذلك لقسم المعمل. قسم المعمل قسم حيوي مهم جدا، لازم تتوفر في نظم خاصة بكل ما يتعلق بالعملية هنا قسم العملية، وقسم العملية سياتر قسم مهم جدا وقسم حيوي. كذلك بنجي إن شاء الله لقسم المعامل الطبية. إذا في قسم العملية لازم تتوفر هنالك معايير خاصة وغرف عمليات بهدف الارتقاء بالأداء الجراحي، يكون في تحديد وتصنيف للعمليات الجراحية اللي بيتم عملها، وبالمستشفى إن تكون في حاجة من الأطر العاملة بغرف العمليات مدربة ومؤهلة من أطباء ومحضرين ومخدرين وغيرها من الأقسام أو المحتاجين لهم. بالمستشفى يكون في برنامج تدريبي لكل الأطر الصحية بغرفة العمليات، وكذلك توفر المستشفى نظم للتأكد من تطبيق الإجراءات القياسية. بالمستشفى يكون في هيكل تنظيم ووصفي وظيفي خاص بالعاملين، ووجود تحديد للأشخاص اللي بيقوموا بالعمل وتحديد العدد الكافي من العاملين، ونتأكد من كفاءتهم وخبرتهم وغير من المواصفات الخاصة بالمعدات وأجهزة العملية. والمستشفى إنها تكون عندها نظم للصيانة لأجهزة العمليات والتأكد من البرامج وكل السياسات والأدوية وكل الاحتياجات في قسم العملية. أيضا في معايير قياسية خاصة بمكافحة العدوى المكتسبة من المستشفيات، وده اللي احنا بصدد يمكن ركزنا على مكافحة العدوى، طبعا نتكلم بصفة عامة وبصفة خاصة. طيب في قسم مكافحة العدوى انه لازم المستشفى تكون على قدر من الكفاءة والفعالية من حيث حماية المرضى والعاملين بالمستشفى والزوار، لأن تكون في برنامج عشان نقلل خطر الإصابة وأي infection diseases، ونكون عندنا برامج لكي نطبقها في كل الأقسام. أهم حاجة infection control يكون مطبق بكل الأقسام، أن تقوم المستشفى بتحديد أهم مكونات البرنامج زي تحديد أكثر لأي infections حدوثا من الوسائل المساعدة لتركيز الجهود لإنفاذ البرنامج، يعني إنه نتأكد من التولز، نتأكد من البيئة بتاعتنا، نتأكد من الأفراد الإمبلويز أو الميديكال تيم، وبيتم تحديد أهم مكونات برنامج مكافحة العدوى. وكذلك تقوم المستشفى بتحديد الممارسات والأنشطة اللي ممكن تساعدنا على إنه يعني نحد من أي خطر بتاع مكافحة عدوى، نحدد بشكل واضح الممارسات والأنشطة بتاعتنا عشان ما يكون في خلط ويكون في أخطر، نطبق كل الاستراتيجيات لمكافحة العدوى، وكذلك نعقم الأجهزة والمعدات بتاعتنا، ويكون في طرق للتخلص من كل الفضلات وكل كذلك الأشياء الغير مرغوب فيها من الفضلات المعدية، وطرق التخلص منها بشكل سليم من سوائل الجسم، وكيفية التعامل مع الدم والتخلص من التالف والتخلص من الآلات الحادة والحقن والأشياء زي دي. طيب لازم تكون في وجود لتحديد الحالات اللي بتستدعي استعمال القفازات والأقنعة الطبية والبي بي إيز بشكل عام، البيرسونال بروتكتيف إكويبمنت. لازم يكون في تحديد للحالات اللي بيكون فيها غسيل الأيدي وإجراءات التعقيم، وكذلك الحالات بأنواع الحالات الخطرة والمتوسطة الهاي ريسك. يتم القيام بجمع عينات العينات بصورة دورية ثابتة من الأماكن الأكثر عرضة لحدوث الإنفكشن. كذلك لازم تكون في عناصر قياس عشان نحدد الأماكن اللي بتجتمع أو تجمع
منها هذه العينات، وجود جمع هذه العينات، وجود عينات بصورة صحيحة، وغير من عناصر القياس. مكافحة العدوى قسم مهم جدا، لازم يكون في تنسيق بين الأقسام المسؤولة عن تنفيذ برنامج مكافحة العدوى وكل الأقسام الأخرى وكل الكوادر الطبية والفريق الطبي. تقوم كل النظم الأنشطة المسؤولة من إدارة المعلومات بالمستشفى بدعم برنامج مكافحة العدوى. ده هنا بنأكد على التنسيق وتكامل الأدوار. أيضا نستخدم المعلومات المتحصل عليها بواسطة البرامج المسؤولة من جمع المعلومات بالمستشفى في دعم برنامج مكافحة العدوى. أيضا تكون هنالك تكامل في برنامج مكافحة العدوى مع برامج الجودة، ودي نقطة مهمة جدا، وغيرها من البرامج المسؤولة من سلامة المرضى. وتقوم المستشفى بمتابعة معدلات أي حالات معدية وانحرافات وأي أخطاء وهكذا، وبقية هذه التفاصيل اللي ركزنا عليها والتفاصيل المهمة في إطار مكافحة العدوى. هذا القسم المهم جدا اللي لا غنى عنه هو السلامة أولا، safety first. المعايير القياسية لقسم الجودة quality department، قسم الجودة لازم يكون في إنه في المستشفى في مبادئ ومعايير جودة مع الالتزام التام من قبل قيادي المؤسسة بتقديم كل الدعم الممكن عشان يحققوا أهداف وتنفيذ برامج الجودة، واللي من شأنها إنها ترتقي بالخدمات الصحية بالمستشفى. إنه يكون في مجلس جودة بالمستشفى، تكون في آلية واضحة ومتبعة لمتابعة تنفيذ برامج الجودة، ولازم يكون في مكتب للجودة وقطاع للجودة وإدارة للجودة. يقوم مكتب الجودة بعمل خطة سنوية لبرامج الجودة بتلتزم قيادة المستشفى بتنفيذها، وبالتالي إجادتها من قبل مجلس الجودة بالمستشفى، وتشارك فيها وزارات الصحة وبالتنسيق مع وزارات الصحة الاتحادية للمستشفيات التابعة طبعا وفق المعايير المتبعة في الدول. يكون هنالك تنسيق مع الجهات التشريعية، وتكون في لوائح تنظم عمل مكتب الجودة ومراقبتها وتحسينها وتطويرها. يكون في مجلس للجودة يعمل بصورة فعالة، اجتماعات دورية مع وجود محاضر لها، وبالتالي وجود تحليلات إحصائية بصورة منظمة لكافة برامج الجودة، وجود برنامج مكافحة العدوى، وجود خطة سنوية مجادة، وجود تنسيق واضح ومكتوب بيوضح لنا علاقة مكتب الجودة بأقسام المؤسسة الصحية. أيضا يكون في تدقيق طبي الاوديتنج سيستم عشان نتأكد من الانحرافات ونتأكد من كل السياسات وفق ما هو مطلوب الفنية والإدارية. عندنا أيضا ضمن المعايير معايير قياسية خاصة بالموارد البشرية، وهنا بيتم التحقق من التفاصيل الإدارية الخاصة بالموارد البشرية عشان نقدم أفضل رعاية صحية ممكنة وتسهيل تحقيق الاستراتيجيات المخطط لها بلوغ الأهداف. وتكون هنالك شروط للخدمة والامتيازات والمخصصات وزيادة المهارات والمعارف، وهذه التفاصيل الخاصة بالموارد البشرية من التحديد للحاجة للحوجة من الموارد البشرية، وتحديد واضح ومكتوب للمؤهلات والتعليم والتدريب ووظيفة كل شخص ووصف وظيفي مقابل السياسات الفنية الخاصة بإدارة الموارد البشرية. أيضا عندنا أيضا معايير قياسية للنظم الإدارية، نظم الإدارية لأنه بالمستشفى يكون في نظم إدارية وتنظيمية خاصة بعمل القيادات والإدارة، جزء مهم. إذا كان رب البيت بيدف ضربا فشمت أهل البيت الرأس والطرب، فبالتالي التزام القيادة leadership commitment والتزام الإدارة من التزام البقية بيساعد في التزام البقية. بالمستشفى لازم يكون في وصف وظيفي واضح بيحدد كل الاختصاصات والمهام لكل من المدراء، من المدير العام لبقية المدراء، المدير الإداري والمدير الطبي وغيره من المدراء. لازم يكون في هيكل إداري واضح محدد بيشمل كل الأقسام الإدارية ومهام اختصاصات كل قسم، مع وجود تحديد وربط للمخصصات لكل قسم وهكذا. تقوم المستشفى باعتماد نظم الخطة السنوية، والمستشفى تقوم باعتماد نظم التقرير الربع السنوي، واللي بتشتمل على التفاصيل الأخرى من المعوقات والمشاكل والمقترحات والحلول والقرارات. وتكون هنالك اجتماعات دورية فعالة من قبل الإدارة عشان يشوفوا المستجدات، يشوفوا المتغيرات،
المستشفى تقوم باعتماد نظم للمحاسبة للعاملين على أن تكون قانون محاسبة العاملين وفق ما هو مطلوب، وفيها نوع من التأكد واتخاذ القرارات المبنية على الحقائق، وتكون هنالك هياكل إدارية مكتوبة ومعروفة لقيادات المؤسسة، وخطة سنوية وتقارير ربع سنوية ومحاضر لمختلف الاجتماعات، وأيضا تقارير مطلوبة ولجان محاسبة وغيرها من التفاصيل. عندنا برضو معايير قياسية للشؤون المالية والمحاسبية، برضو تكون في نظم خاصة محددة ومجازة ومكتوبة وموثقة يتم اعتمادها أو يتم إعدادها، مقترح للموازنات والسياسات المحاسبية والمالية. وبدورنا نحن نطلع على بقية السياسات، نحن بنأخذ مقتطفات فقط. أيضا يكون في معايير قياسية للبنية التحتية الانفراستراكشر، وده جزء مهم جدا، وهذا يركز على بنية المؤسسة، المباني وكل المرافق والأقسام وكذلك الأجهزة والمعدات والمعلومات، دي كلها تعتبر بنية تحتية. فبالتالي بالمستشفى تكون في نظم بتضمن لنا نظافة كل قسم بالمستشفى، بالمستشفى تكون في نظم معروفة تحديد مدخلات عملية النظافة وغيرها من إجراءات القياسية والتعليمات الخاصة به هذه العملية، عملية النظافة، وجود نظم تحدد مواد النظافة وإجراءات قياسية وغيرها من هذه التفاصيل. إذن البنية التحتية تركز على بيئة العمل، أي حاجة موجودة في بيئة العمل، فبالتالي تركيزنا على يعني بيئة العمل من أجهزة ومعدات وأدوات ومباني وكذا وكذا وصيانتها والتأكد منها وكل المرافق الصحية وكل الأقسام الأخرى، وحتى البنية التحتية المعلوماتية لازم تكون فيها برضو تأكد، لازم يكون فيها برضو تحقيق وسياسات ومعايير واضحة. في معايير قياسية كذلك خاصة بالاستقبال وتنظيم المستشفى، بحيث نستقبل الزائرين ونحدد الحوجة من الأفراد العاملين بالاستقبال، ويكونوا مدربين ومؤهلين ويكونوا دارسين برضو عن أمان المرضى وسلامة العاملين، ويكونوا متداخلين برضو مع ناس السلامة، ويكون في أفراد بتاعين أمن برضو يتم التنسيق معهم وغيرها من الاستقبال وتنظيم المستشفى. طبعا في استقبال في البوابات الرئيسية، في استقبال كذلك داخلي داخل المؤسسة في مكان مخصص في مكان الاستقبال، وغيرها من إعطاء المعلومات وعكس المعلومات بصورة سليمة، التوجيه السليم للمرضى والزوار، وتحديد الأشخاص اللي بيقوموا بالعمل والهياكل التنظيمية وسلامة وقاية العاملين وغيرها من كل هذه التفاصيل. في معايير قياسية للدعم الاجتماعي، برضو ده بيركز على الدعم الاجتماعي بهدف السعي لإيجاد حلول للعديد من المشاكل المالية والاجتماعية والنفسية اللي ممكن تكون لها انعكاسات واضحة على الحالات المرضية، بالتالي سعيا لتقديم أقصى رعاية طبية ممكنة. أيضا تكون في معايير قياسية خاصة بالمخازن والمهمات، وهنا نأكد على تخزين كل مواد في ظروف مناسبة في ظروف سليمة، إنه بالمستشفى تكون في مخادن خاصة بالمهمات وبقسم الأقسام المختلفة، أو يعني تلبي حاجة كل الأقسام وتوفر الموارد اللي محتاج لها الأقسام المختلفة، وهذه المعايير التفصيلية اللي بتخص المخازن. أيضا في معايير خاصة بالترحيلات، وهذه الترحيلات أو هذا القسم وهذا الجانب بيساعد في يعني انسيابية الخدمات من استخدام مثلا الترحيل للمؤسسات من وإلى للأفراد من وإلى، وبالتالي المستشفى يكون في نظم خاصة للترحيلات وفق لوائح ونظم خاصة بيساهم في فعالية خلق بيئة عمل مناسبة وسليمة، بيساعد العاملين من القيام بواجباتهم وتحديد للحوجة من الكوادر اللازمة بقسم الترحيلات، وتوفر العدد الكافي من الكوادر اللازمة لقسم الترحيلات وغيرها، لأنها دي بتساعد في وصول الأفراد وصول المعنيين داخل المستشفى وترحيلهم لأماكنهم. فبالتالي هذه من الخدمات اللي بالمفترض تقدم وفق ما هو مطلوب، لأنه جزء من تحسين وتطوير الأداء. في معايير قياسية للإشراف والمتابعة، وهذه المتابعة والمعايير مهمة جدا
بالتالي نقدر نتأكد من الشيء اللي تم، المعايير اللي فاتت تمت دي وفق ما هو مطلوب بجودة عالية تمت كما هو مطلوب، هذه المعايير منفذة، هذه السياسات وفق ما هو مطلوب، البنية التحتية من المباني والكهرباء والإضاءة والكذا والكذا، لما نجي نقيس نتأكد من متابعتها وفق ما هو مطلوب، الإجراءات الجراحية، السياسات الخاصة بمكافحة العدوى، السياسات الخاصة بالجودة وفق ما هو مطلوب. هنا بنذكر بوظائف الإدارة من تخطيط ومن تنظيم ومن توجيه ومن رقابة. عملية التخطيط اللي بيساعدنا في تحقيق الأهداف وبيساعدنا في رسم خارطة الطريق والتخطيط السليم لكل أهدافنا وتوجيهاتنا ومواردنا والأشياء اللي نحن محتاجين لها عشان نبقى عشان نحقق أهدافنا وفق ما هو مطلوب. التنظيم اللي بيساعد في تنسيق الأدوار وتحديد المسؤوليات والصلاحيات وربط هذه الأقسام وتنسيق أدوارها. التوجيه والقيادة اللي بيساعدنا في توجيه الأفراد نحو تحقيق الأهداف. وعملية الرقابة اللي بيساعدنا في الضبط وبيساعدنا في تقليل الانحرافات واكتشاف الأخطاء والانحرافات واكتشاف العيوب وبالتالي تحسينها وتطويرها. برضو نذكر بالبديك ساكل بلاند وجيك أكت في هذه العملية، نخطط وننفذ وفق ما هو مطلوب في الخطة ونتأكد، نعمل تشيك على خططنا ومعاييرنا والأشياء اللي نفذناها، إذا فيها أي خلل يتم تحسينه وتطويره، يتم عمل كوركتيف أكشن لإجراءاتنا وسياساتنا. إذا البوليسي ميكرز اللي بيضعوا هذه السياسات هم أشخاص مخصصين، فريق طبي مخصص، كل زول متخصص، كل شخص متخصص في مجال. يعني مثلا البضع المعايير الخاصة، المعايير الفنية الإدارية الخاصة به المعمل لازم يكون عنده خبرة ودراية ومعرفة وكفاءة وفعالية في ودارس في مثلا المختبرات الطبية، لكن لازم يكون دارس جودة. كذلك البضع المعايير لازم يكون دارس جودة، لأنه صياغة هذه المعايير والسياسات تأتي وفق ما هو مطلوب وفق معايير الجودة. كذلك البصير معايير قسم التغذية لازم يكون متخصص ودارس تغذية، لكن يكون عنده خبرة وكفاءة وفعالية ودارس جودة عشان يقدر يصير بلغة الجودة، يقدر يصير بمعايير الجودة. وكذلك الأطباء والأقسام الطبية الآخرين لازم يكونوا متخصصين وعندهم خبرة وكفاءة وفعالية ومهارات وكذا وكذا، بيكونوا فريق وبيكونوا كبوليسي ميكرز لوضع هذه السياسات ودراستها بشكل جيد وتأكد من إنها مطابقة لحجم النوع وحجم ونوع النشاط، وأهم حاجة مطابقة للمعايير القياسية. وبعد ذلك نشوف نتابع هذه السياسات والمعايير إنها أدت ما عليها أم لا. إذن ده كان تلخيص سريع للمعايير القياسية للمستشفيات اللي مطبقة في المؤسسات العلاجية السودانية، ووفقها يتم التأكد من المؤسسات العلاجية الخاصة والحكومية. وطبعا في معايير بعد ذلك تفصيلية لكل قسم بيتم إعطاء هذه المؤسسة كدليل ومتابعة هذا الدليل، وتكون هنالك برامج أو معايير بتاع التدقيق للتدقيق للتأكد من الانحرافات وعدم المطابقة non-conformities والديفيشن والديفيت، ويتم متابعتها وفق ما هو مطلوب. نتمنى تكون استفدتم من هذه المحاضرة، وإن شاء الله مواصلين في متطلبات برامجنا بإذن الله تعالى في شرح هذه المعايير. وجزاكم الله خير والسلام عليكم.